أستراليا البدء بعلاج الورم أو الورم السرطاني يعتبر من أكثر المخاوف واللي تكون مقلقة واللي ترافق المرضى، وتشغل أكيد حيز كبير من تفكيرهم، خاصة مع انتشار أفكار قد تكون مغلوطة عن رحلة العلاج وادعاء البعض أن السرطان يتم القضاء عليه بواسطة منتجات حيوانية أو نباتية. وأكيد تفاصيل أكثر في هذا الموضوع راح نحكي فيها مع ضيفنا في الاستديو الدكتور محمد الغامدي، استشاري أورام ورئيس الجمعية السعودية لأورام الجهاز الهضمية. لو سهل فيك دكتور محمد. الله يحييك، شكرا جزيلا على الاستضافة. شكرا لك وشكرا لتواجدك معنا اليوم وقبولك هذه الدعوة، لأنه نعتقد يمكن السرطان اليوم أصبح أحد أمراض هذا العصر، وأصبح يعني كثير ناس يتساءلون عن هذا المرض والمخاوف وإلى آخره. لذلك دكتور خلينا نبدأ حديثنا عن لماذا بعض الناس تعتقد أن السرطان لا علاج له، ويقول لك خلاص أنا طالما أصبت بهذا المرض أنا حياتي انتهت أو أنا راح أموت أو توفى. صحيح، أنا صراحة أول شيء شكرا جزيلا على الاستضافة، وأنا سعيد جدا أن يكون معاكم اليوم. في مفاهيم خاطئة، وطبعا إحنا ما نقدر والله نلوم المرضى، ولكن في تأثيرات قد تأتي يعني من الأشياء المحيطة. أكيد. كخبرة سابقة مع مريض آخر، أو الحصول على معلومة ما كانت بالشكل الصحيح من مصادر مختلفة. إحنا اليوم المعلومة جدا سهل الحصول عليها من أي مكان، فواجبنا وواجبكم طبعا أنه نثقف الناس ونعلمهم أنه أهم شيء أن الواحد دائما يتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأنه الأورام السرطانية ليست بالمفهوم الخاطئ اللي ذكرتي أنها أمراض والله لا هذه النهاية أنا خلاص ما راح أتعالج. هو العكس الصحيح صراحة. الأورام في أغلب الأورام إذا اكتشفت في الاكتشاف المبكر نسبة الشفاء فيها كبيرة. إحنا عندنا مثلا أورام الثدي قد تصل نسبة الشفاء فوق 90%، أورام القولون فوق 90% في المبكرة أو 80% في بعض المراحل مع أنواع العلاجات المختلفة. وهذه بالعكس يعني أشياء مبشرة، وأهم شيء أنه دائما ننصح المرضى أنهم يتوجهون للمختصين. دكتور محمد حلو كلامك، ننصح المرضى أنهم يتوجهون للمختصين. طب ليش بعد ما ننصح بعض الدكاترة إذا جاء مريض سرطان الله يشفيه ويعافيه يا رب يقولون له خلاص أنت على المراحل الأخيرة ما عاد في علاج انتهى وقتك، ليش ما يقول الدكتور أنا عاجز أنه أنا أكمل علاجك أو أنا أعجز أنه أنا ألقى علاجك وتوجه لدكتور ثاني وما أوتيت من العلم إلا قليلا؟ ممتاز الفكرة، وهذا دائما إحنا في العيادات وفي المجتمع الطبي نقدم للمريض اللي هو أخذ المشورة من طبيب آخر، وهذا بالعكس في الطب هذا شيء كويس، وبالعكس إحنا كمان كطب ننبسط فيه. هو بعض المراحل من الورم هي صراحة طبيا يعني ما في شيء صعب على الله سبحانه وتعالى، لكن طبيا هي غير قابلة للشفاء، لكن يمكن معالجتها، بمعنى أنه ممكن المريض يتعايش معها، أن المريض يستمر على الأدوية أو العلاجات أو المتابعات لأطول فترة ممكنة. صحيح. على حسب يعني نوع الورم، مكان الورم، عمر المريض أو المريضة، وأشياء كثيرة يعني ممكن أنها تأثر على النتائج هذه. الله طب دكتور محمد خلينا نتكلم عن أبرز المخاوف يعني اللي ممكن يمر فيها المريض بطبيعة الحال. اسم المرض مخيف، بعد ما يتهيأ نفسيا يبدأ يفكر بطريقة العلاج وهي طرق مختلفة. صحيح. كثير ناس أو السيدات تحديدا يخافوا من تساقط الشعر. صح. لو أخذناها الرحلة من البداية، هل أول ما يتم تشخيص المريض بعد العملية يستعمل على طول الكيماوي، أو ممكن يستعملوا الكيماوي أو الإشعاع بعدين يعملوا العملية؟ كلمنا عن خطوات هذه رحلة، رحلة العلاج. ما شاء الله عليك، يعني الخطوات أنت عرفتها كلها فعلا يعني زي ما قلتي. الله يعطيك العافية. زي ما تفضلتي علاج الأورام، وإحنا نتكلم طبعا هنا على الأورام الصلبة، ما نتكلم على أورام الدم أو لأنه هذا مجال تخصصي. فعلا يتدخل فيها اللي هو العلاج الجراحي،
علاج الإشعاعي، ممكن يكون في علاج كيماوي، علاج مناعي، علاج موجه، علاج هرموني أو علاج حيوي. فكثيرة جدا على حسب الحالة. نعم في بعض الأدوية ممكن تسبب تساقط الشعر، ولكن هذه مرحلة إن شاء الله مؤقتة. طيب بعد الانتهاء من العلاج في المراحل المبكرة الشعر إن شاء الله بيرجع بيصير أحسن من أول. الأنواع أو أنه كل مريض ينعمل له عملية ويأخذ علاج شعاعي هل لازم يأخذ كيماوي؟ لا، مو كل مريض، هو على حسب المرحلة، على حسب نوع الورم، على حسب مقدرة المريض على تحمل العلاج الكيماوي. في أنواع كثيرة من العلاجات الكيماوية مو كلها تسبب تساقط الشعر، مو كلها تسبب مثلا نقص المناعة، كل نوع يختلف وكل مريض أو مريضة له وضعه الخاص. أكيد يعني دكتور هذا الملف ملف أعتقد كبير وفي بتخصصاته وإلى آخره. طب خلنا نتكلم عن المراحل، يعني ليش دائما نشوف مثلا أشخاص يبدون كيماوي إشعاعي بعدين عملية، وأشخاص في عكس، يعني مثلا يقول لك عملية أول بعدين كيماوي وإشعاعي، ممكن يقول لك فقط كيماوي، ممكن يقول لك، يعني على أي أساس الدكتور يحدد هذه الرحلة العلاجية؟ ممتاز جدا السؤال. طيب ممكن نستخدم أمثلة عشان نبسط. لو مثلا سيدة عندها ورم في الثدي، طيب إذا كان ورم صغير طيب وما هو والله واصل للعقد الليمفاوية تحت الأرض، هذا عادة نقول للمريض أنه اعمل العملية أول. بعد العملية على حسب نتائج العينة والعملية ممكن أن ننصح بعلاج مثلا كيماوي أو علاج اللي هو هرموني. طيب وبعدها يجي الإشعاعي على حسب نوع العملية، هل هو كان استئصال كامل؟ في الغالب ما تحتاج، في حالات ممكن أن تحتاج. هل هو استئصال جزئي؟ نعم راح تحتاج العلاج الإشعاعي. بعض المرات لما يكون الورم كبير واصل للعقد الليمفاوية العملية تكون صعبة استئصاله، فنبدأ بالعلاج الكيماوي عشان نصغر حجمه، وبعدها تروح المريضة للعملية، وبعد العملية العلاج الإشعاعي. فهذا هو الفرق صراحة، هو يعني زي البروتوكول موجود، وزي ما قلت لك كل حالة تفرق من الحالة الثانية، حتى لو كانوا نفس العمر نفس الورم نفس كل مريض. يعني العملية اللي أفهمها من كلامك دكتور، العملية الطبيب يفضل أنها تكون لما يعني يتخذ قرار العملية يكون الورم صغير، صحيح؟ يعني في أصغر شيء يقدرون عليه أو ما يكون ملتصق في الغدد الليمفاوية، هذا اللي أنا. أي هو لا هو لا هو الحجم، هو الحجم يفرق معهم في العملية، الحجم يفرق مع حجم الثدي بشكل كامل. طيب هل هو والله إحنا بنروح استئصال كامل من البداية، ولا لا نبغى نحجم الورم نصغره بحيث أننا نعمل مثلا الاستئصال الجزئي، وبعد الاستئصال تأتي اللي هي الأنواع الأدوية الأخرى. كذلك في أورام المستقيم لما يكون الورم كبير يفضل إعطاء العلاج الكيماوي والإشعاعي قبل العملية. إذا كان صغير لا يعمل العملية، احتمال بعض المرضى ما يحتاجون لا إشعاعي ولا كيماوي بعد العملية. دكتور محمد، أبرز المعتقدات الخاطئة بما يخص مرض السرطان سواء كانت من أسباب الإصابة فيه أو من أسباب علاجه. ممتاز السؤال جدا. طبعا في معتقدات، وانا اعتقد انه طبعا احنا ما نقدر والله نلوم احد، طيب او لانه كل المصادر موجوده، طيب وفيها اللي احنا نسميه الشيء الصح والشيء الغلط، فكل المصادر هذه قد تاتي لمريض السرطان او احد ما عنده سرطان بس انه خايف فيصدق هذه المعلومات. بعض المعتقدات الخاطئه انه مثلا زي ما تفضلتي انه السرطان ما له علاج او ما له شبه، هذا واحدة من الاشياء الكبيره صراحه، او انه لا انا خاف يكون عندي ورم فما راح اتكلم عنه فتتطور الحاله، وهذه نشوفها صراحه يعني اكون معك صادق، او انه اخذ خزعه بينشر الورم مكان آخر أو بيسبب مشاكل أخرى، أو أخذ العلاج راح يأثر علي بشكل كبير. يعني هذه أغلب المعتقدات الخاطئة للسرطان نفسه. طبعا المسببات مرة أخرى يعني في مسببات معروفة للسرطان زي التدخين، زي اللي هو نمط الحياة، زي بعض أنواع الأطعمة، طبعا بعض أنواع في الإسراف منها يعني، لكن احنا دائما نقول للمرضانا واللي يجون معاهم انه الاعتدال طيب، ما في شيء احسن من الاعتدال. صح. طيب
حتى مريض السرطان يعني يدور أي بارقة أمل كذا، ويا ليت إنه ما يدخل لا في عملية جراحية ولا يبغى كيماوي، إيش في أشياء طبيعية، يقول لك أشرب سدر ما أدري إيش. لكن الغريب إنه مؤخرا صار يتم تداول إنه حليب الإبل ممكن إنه هو يقي من السرطان وإنه يعالج الأورام السرطانية. خلينا نشوف هذا الفيديو وأبغى أسمع تعليقك، نتابع مع بعض. دكتور صالح الراجح، فحليب الإبل حسب الأبحاث العلمية له أثر جميل جدا وسريع جدا على مرضى التوحد، بحيث أنه يستطيع الطفل أو الشخص أنه يرجع تدريجيا للكلام والتواصل الاجتماعي، وأيضا يساعده على النمو العقلي والفكري. ممتاز جدا جدا الكثير من الأمراض حسب الأبحاث العلمية، يساعد في بعض الأورام، يساعد مع التوحد، يساعد في تعزيز اللي هو مقاومة الإنسولين بحيث أنه يقلل المقاومة هذه. طبعا الجميل انه يعني لما قال الله يعطيه العافيه انه في ابحاث علميه، هو فعلا احنا في المجال الطبي نعتمد على الابحاث العلميه المحكمه والدراسات العلميه التي اثبتت فعاليه هذا التدخل. انا ما راح اقول علاج، هذا التدخل. انواع او مراحل الدراسات تمر في المعمل، بعدين الدراسه على الحيوانات، بعدين اللي هو على الناس اصحاء عشان نعرف الجرعه السليمه، بعدين المرحله الثانيه اللي هم المصابين عشان نعرف اقصى جرعه نقدر نستخدمها من نوع التدخل، والمرحله الثالثه اللي هي المرحله الموثوقه اللي نعتمد عليها كعلاج، لانه المرحله الثالثه هو مقارنه بين العلاج الجديد والعلاج اللي موجود من أول أو أنه ما في علاج. طيب أنا ما أعرف ولا أعلم أي دراسة علمية عملت عن طريق اللي هو الحليب أو الأشياء الأخرى أثبتت صراحة فعاليتها. لو في أبحاث والله يا ليتنا نشوفها، بس أنه يعني صدقيني هو بارقة الأمل، وهذه بالعكس يعني إحنا دائما دائما نشجع مرضانا وكذا، لكن لازم أو نعتمد على الأشياء اللي موجودة العلمية الطبية الواضحة، يعني زي ما ذكرت يعني في مراكز أبحاث حول العالم ودراسات وبروسس صحيح. بتصير حتى يتم أصلا اعتماد نوع من أنواع العلاجات. اتفق تماما. أكيد دكتور، خلينا نتكلم عن نقطة جدا مهمة إذا تسمح لي، اللي هو الآن لو عندنا مريض مثلا سرطان وتم علاجه، مثلا سوى عملية أو كيماوي أو أيا كان، بعدها بفترة يرجع هذا الورم سواء في نفس المكان أو في مكان ثاني. أنا ودي يعني أعرف كيف يرجع أو ليش يرجع طالما خلاص جاء سرطان وتم علاجه، وهل هذا الشيء فعلا تشوفونه يعني حالات كثير أنه يرجع؟ وأبي كمان تأكد على أهمية دكتور أهمية المراجعة والفحوصات الدورية لكل الأشخاص اللي عندهم قابلية أو قدعانوا مع هذا المرض. ممتاز جدا. لو لاحظت أنا في البداية قلت أنه نسب الشفاء قد توصل إلى 95% أو 90% أو 80%، وما في 100%. طيب أنا أتمنى أنه في يوم أيام يكون في 100%، ما زال في نسبة بسيطة من المرضى في المراحل المبكرة يرجع لهم الورم الثاني. طيب حتى مع العلاجات اللي زي ما تفضلت الجراحية أو الإشعاعية أو الكيماوية أو غيرها، السبب صراحة غير معروف ليش هذا المريض رجع له وهذا المريض ما رجع له. عشان كذا كل المرضى لازم يكون لهم متابعة، وهذا يعني جاوب الشق الثاني من سؤالك، أنه دائما مرضى الأورام لازم يكون فيه متابعة دقيقة. يعني في بعض المرضى احنا نشوفهم تقريبا كل 3 شهور، طيب أول 3 سنوات، بعدين كل 6 شهور نكمل 5 سنوات، بعدين كل سنة مرة. بعض المرضى لا، كل 6 شهور، يعني على حسب نوع الورم، على حسب مكانه، هل هو كان والله ورم من النوع اللي خطورة رجوعه عالية أو لا، فنعمل أشعة مثلا طيب مقطعية حتى لو ما كان المريض عنده أعراض. لكن كمان في نفس الوقت أنه ما نبغى المرضى أنهم يخافون ويكون يعني الورم يرجع مكانه. طيب على حسب طبعا نوع الورم، العلاج موجود ومتوفر. مكان آخر على حسب مرة ثانية النوع أو يعني في خيارات كثيرة من التشخيص ومن العلاج. نعم دكتور، يعني أنا أشوف مرضى السرطان دائما المرضى الصامت اللي سبحان الله كثير من الناس يكشفونه صدفة، مو أنه أنا عندي تحاليل أو شيء أو أني أنا أروح بنفسي أحلل عشان أطلع ذا المرض. إيش الأشياء اللي ممكن الشخص يلاحظها على نفسه علشان يروح يكشف؟ تزال طبعا
وأفضل شيء اللي هو الفحص المبكر. خلونا نتفق إنه ما نقدر ننتظر الأعراض أو طيب يعني في بعض الأورام أفضل شيء إنه زي مثلا السيدات فوق 40 سنة يعملوا الماموغرام كل سنة لسنتين. طيب الناس اللي الرجال والنساء اللي فوق 45 سنة يعملوا منظار كل 10 سنوات. الأعراض قد تختلف صراحة. أنا جاني صداع، هل معناته إنه عندي ورم؟ لا طبعا. طيب يعني في الغالب إنه صداع عابر. ودائما أقول للمرضى اللي أنا أشوفهم وأقاربهم إنه إذا والله في أعراض جت وما اختفت طيب او انها استمرت او قاعده تزداد سوءا لازم ان المريض يفحص او يسال اي شيء. مثلا صداع، الصداع هذا انا والله كان يجيني يوم في الاسبوع يروح، هذا طبيعي صداع عادي، لكن ممكن الصداع يجلس معي يومين ثلاثه اربعه وقاعد يزيد ومصحوب باعراض اخرى انا لازم افحص. طيب هذا مو معناته انه ورم، في الغالب انه ما هو ورم، لا ممكن يكون شقيق، ممكن يكون شيء ثاني. لكن دائما اذا الاعراض استمرت او شيء جديد المريض، طبعا انواع الاورام كثيره طيب والاعراض جدا كبيره، يعني ما راح نقدر صراحه، انا ما ودي اخذ وقت كثير بس انه ما نقدر راح نغطيها في هذه. لكن مثلا الله يكرمك الدم على البراز، طيب هذه شيء لازم ان المريض يفحص، هو في الغالب انه يكون شيء بسيط لكن لازم يكون فيه فحص، لازم يكون فيه طيب أنا برضو بحاول قد ما أقدر أني أشوف الناس كيف بيتعاملوا مع موضوع علاج السرطان تحديدا. برضو في توصيات أنه في بعض الأعشاب تعالج مختلف أنواع السرطانات وغيرها، وبس هل فعلا في منتج نباتي أو ممكن يكون منتج حيواني يعالج السرطان؟ رغم أنه أنا مسبقا عارفة الجواب، لكن إحنا دائما نحب أنه نوعي الناس أكثر مع المختصين وتقول لنا هل فعلا يعني هل كلام يكون موجود أو لا. لأنه كمان الدكتور محمد القويز ذكر تغريد أنه لا يوجد مستحضر شعبي أو نباتي أو منتج حيواني يشفي من السرطان أو الفيروسات أو الأمراض المزمنة مثبتة بشكل محايد. أنا أتفق مع هذا الكلام جدا صراحة، وأغلب مو أغلبها لكن بعض الأدوية اللي نستخدمها هي مصدرها النباتات. ولكن هذه مستحضرات تم عليها الدراسات بشكل كبير جدا، تم تحضيرها في معامل متخصصة، الجرعات تكون بشكل محدد، لأنه الأدوية هذه قد تكون يعني تعرض الإنسان لأعراض جانبية شديدة. طيب فكل هذه الأشياء، وأنه أنا باكل العشب الفلانية أو الزهرة اللي إيش، وصراحة ما في أي شيء يثبت فعالية إنه هذا. يعني أنا ما عندي والله مشكلة إنه المريض مثلا يأخذ العلاج ويأخذ له يعني أي شيء ثاني يعني معه، بس إنه يكون إيش مضمون، ومثلا العسل ما في إشكالية، بس أهم شيء إنه ما يكون من النوع اللي مكشوف وكذا. لكن الأعشاب اللي ما نعرفها، الأشياء الأخضر عادي ما في إشكال، لكن الأشياء اللي ما نعرف مصدرها قد تأثر صراحة على وظائف الكبد أو وظائف الكلى. بعض الأحيان ممكن يتعالج مع الأدوية دكتور، بعض الأعشاب تتعارض مع الأدوية وتتعارض مع الأدوية. بس أنا أقول لك الأشياء العامة في مجملها، زي مثلا حبة البركة وهذه فيها صراحة بعض المرات تعارض مع بعض الأدوية، لكن الأشياء العامة زي الشاهي الكمون هذه ما في إشكالية. لكن لما يكون في أعشاب ما هي معروفة أو أعشاب كميات كبيرة أو خلطها مع هذه الإشكالية. عموما دكتور محمد يعني ما شاء الله عليك، كفيت ووفيت وقلت لنا كثير من المعلومات أكيد استفدنا منها إحنا كموجودين معك، وأكيد كثير من المشاهدين استفادوا منها. دكتور محمد الغامدي شكرا لوجودك اليوم. الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا. مشاهدينا بنطلع فاصل بعد نكمل باقي الفقرات. بعد الفاصل، هل الاكتئاب مرض نفسي أم عرض عن الحسد والعين؟